باسم حضرتك فين؟ دكتور احمد عيسى جامع المشرف الفني على الانتخابات رئاسة الجامعة. سيادتك ايه اللي هيتم النهارده كمان ان شاء الله؟ هيتم النهارده عملية تصويت. هتبقى عبارة عن ايه يا فندم؟ عبارة عن حضور المجمع الانتخابي اللي هيكون متكون من مين؟ من كل كلية، من كل كليات، ممثلي الكليات. وإذا وصل الحاضرين ل 80% من عدد أعضاء المجمع، ايوه فندم، بنبدأ عملية التصويت. ايوه فندم. وتنتهي الساعة 12، وإذا حضر المجمع بالكامل قبل الساعة 12 بنعلن برضو إغلاق الجلسة ويبدأ فرز الأصوات وإعلان نتيجة التصويت. أيوة فعلا. بعد الميعاد اللي هو تم تحديده ده فعلا هو الانتخاب من 10 ل 12. احنا دلوقتي في انتظار اجتماع الأعداد 22 عضو مجمع عشان نبدأ عملية التصويت اللي هم 80% من المجمع الانتخابي، ولن ينتهي عملية التصويت إلا بأحد أمرين، إما باكتمال العدد 27 أو وصول الساعة 12. كده حددت هيبقى عملية التصويت انتهت. شكرا. بالنسبة لتقديم الورقة بنكتب الأربع أسماء بإشارة واحدة. يعني لا يطلع على الإشارات الثانية ولا أي إشارة خالص غير واحدة فقط أمام اسم واحد فقط. ونشكر سعادتك. أيا كان اللي على يقطعها غلط، بس ما هو في